اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعد جديد مع تسعة تريندينغ. اريد البارتي الثانيه مليانه بالجو فيديو اللي يخرجوا فيها ولا جماعه هذه. بعد شويه نعطيكم الليست نتاع الجو فيديو هذوما، لكن زاد فما خبر يخص الجيمنج مع جو منتظره الاعلان عليها يمكن ياسر باش يكون في ماي القادمه، تنحكي لكم عليها بعد شويه. لكن توا وقفه مع ابرز الافلام السيريات اللي دوكيومونتير اللي تنجموا تتفرجوا فيهم في اول جماعه هذه. في موعدنا مع أبرز نتفليكس سانت أمازون برايم فيديو عن دوكيومنتير من إنتاج بي بي سي وايلد آيز. If you know where to look, can be extraordinary, dramatic, and beautiful. It rivals anything I've seen elsewhere. It's not far. It's home. مغروم أبل تي في بلاس ينجم يتفرج في جينيفر غارتنر في The Last Thing He Told Me، الفيلم الجديد اللي خرج نهار 14 أفريل. Sorry ma'am, the building's closed. My husband works inside, I'm trying to reach him. I haven't heard from Owen in 24 hours. Where's my dad? I don't know. What is that? It's not who you think he is. Why are you making him sound like some criminal mastermind? I may not know why your father did what he did, but I know who he is. He lied to me, and then he disappeared, and I want to know the truth. قبل ما نبداو مع لي جو فيديو اللي يخرجوا في اول جماعه هذيا، نعطيكم دات منها باش تكتشفوا واحده من ابرز لي جو فيديو في العالم. نحكيو على 17 ماي، الدات اللي من المنتظر انه روك ستار جيمز باش تعلن فيها على جي تي اس 6. ليفينمون هو باش يكون الانفستورز كول، يعني ان ايفينمون اللي يخص لي زانفستيسور المستثمرين في روك ستار جيمز. ومن المنتظر انه في ليفينمون هذيا باش يكون الموعد مع بريزونتاسيون جي تي اس 6 اللي من قبل خرجت الاخبار اللي تاكد انها قاعده في طور التحضير. العديد من لي انفلونسور المغربيين بالجيمنج والهي بوب اكدوا انه جي تي اس 6 باش تمثل تطور كبير بالنسبه للاكسبيريونس نتاع الجو. لحد الان ما فماش دي ديتاي اخرين على الجو، لكن نجمو نقولوا انه ابارتير من 17 ماي، يعني خلال تقريبا ثلاثة جمعات، باش نكتشفوا لي ديتاي الكل بالنسبه للجو هذايا بما فيهم الدات نتاع اللونسمون اوفيسيال. وتوا جا الوقت انا نحكيو على لي جو فيديو اللي يخرجوا فيها ولا جماعه هذيا. تنجموا تكتشفوا جو ديفلوبي مع عند يوبي سوفت اللي تلقاوه على نتفليكس المره هذيا، مايتي كويست روك بالاس. غدوه باش يكون الموعد مع افتر ايمج. افتر ايمج جو تخرج نهار 25 افريل، تقع على بي سي، بي اس 4، بي اس 5، نينتندو سويتش، اكس بوكس 1 و اكس بوكس سيريز اكس و اس. نهار 27 افريل باش يكون الموعد مع 3 جو. جو الاولانيه هي اونيغا سترايكرز. أوميغا سترايكرز تخرج على نينتندو سويتش، على بي سي وعلى موبيل بالنسبة لمستعملي اي او اس و اندرويد. سبعة وعشرين أفريل كيف كيف تخرج The Last Case of Benedict Fox. Hello, anyone here? The Last Case of Benedict Fox تخرج على بي سي، اكس بوكس 1 و اكس بوكس سيريز اكس و اس. Since I found the first piece, there must be more. That's him, my father. I can guide you through his memories.
الجول الاخرانيه اللي تخرج في السماعه هذه هي برامبل ذا ماونتين كينج. But she was nowhere to be found. The bramble covers all where darkness has taken Bramble hold. The Mountain King تخرج على PC, PS4, PS5, Xbox One و Xbox Series X و S و Nintendo Switch. You will find what you are searching for within the mountain. شكرا لكم على حسن المتابعة. تسعة تريندينغ باي أريد خطة الأخر متاحة اليوم. نتقابل معكم شاء الله غدا مع أخبار تكنولوجيا جديدة, أخبار ديجيتال كالعادة تقاو على قناة التاسعة مع ماجازين يومية وقاية الميزاجور كما سميناها. تحية لكيب كاملة, محمد علي سويسي يقول لكم في الأمان.